بدأ التسجيل. بدأ يا هندسة. ويف جنريشن يا جماعة، هنتكلم بقى عن الموجة المتولدة نتيجة رياح. دي أشهر موجة عندنا، فعشان كده دي اللي بنتكلم عليها باستفاضة، وهي دي اللي بتاخد وقت كبير جدا من شغلنا. ونعرف إن إحنا أصلا في درس كامل عن كيفية حساب خصائص الأمواج نتيجة الموجة المتولدة عن طريق الرياح. إيه اللي بيحصل؟ الموجة بتتولد إزاي؟ يقول لك إن أنت في عرض في جزء معين في البحر بتهب الرياح، رياح جت زي ما أنت شايف كده. طيب لما الرياح بتهب في البحر بتولد لي موجة. طيب الموجة دي بتفضل تتحرك لحد ما توصل للشط. يقول لك إنها لما تبدأ تقرب من الشط بيحصل لها تشتت. يبقى الموجة اتولدت في البحر في مكان ما نتيجة الرياح، وتشتتت بالقرب من الشاطئ لحد ما توصل للشط طبعا. وده على فكرة لو انت خدت بالك وركزت معاه في اي ميناء او في اي بحر او في اي موجة اتولدت وانت قاعد على البحر كده، هتشوف الكلام ده بعينك. طيب تمام، بيقول لك ان انا عندي مسافة معينة الرياح بتقف. الرياح ما بتبقاش من البداية للنهاية يا جماعة، يعني الرياح مثلا ما بتبقاش من بداية تولدها لحد الشط، لا، عند مسافة معينة قبل الشط بتقف. تمام، فبيقول لك ان الموجة اللي اتولدت دي بيبقى ليها مسميين. مسمى قبل توقف الرياح بنسميه السي، يعني موجة متكونة داخل البحر، او موجة داخل البحر يعني بعيدة شوية. طيب بعد توقف الرياح بيبقى الموجة المتولدة اسمها سويل، يعني موجة متولدة بالقرب من الشاطئ. طيب المسافة من تولد الموجة لتوقف الرياح بنسميها فيك، أو المدى المكشوف للرياح. تاني عشان ده مهم. أدي رياح هب، رياح لما هبت ولدت لي موجة، لما قربت من الشاطئ اتشتتت. طب حلو جدا يا باشمهندس، ايه اللي حصل؟ بعد مسافه معينه الرياح توقفت. المسافه الموجه المتولده قبل توقف الرياح بنسميها سي، والموجه المتولده بعد توقف الرياح بنسميها سويل، والمسافه من تولد الموجه لتوقف الرياح بنسميها فيك، او المدى المكشوف. فلو جينا نعرف امواج داخل البحر او السي، بيقول لك امواج بتكون داخل البحر بتتولد بفعل الرياح، وخصائصها ان زمنها وطولها الموج القصير وشكلها اقل انتظاما. يبقى تاني، موجه بتتكون داخل البحر بفعل الرياح، الزمن والطول الموج قصير وشكلها مش منتظم او غير منتظم. طيب الموجه اللي قريبه من الشط او السويل، بيقول لك امواج بتتكون بالقرب من الشاطئ زي ما انت شايف كده، زمنها وطولها الموج طويل او اكبر بس شكلها بيكون منتظم. طيب ايه هو المدى المكشوف للرياح؟ بيقول لك المدى المكشوف للرياح المسافه بين تولد الموجه بواسطه الرياح حتى توقف الرياح. الجزء ده في حد مش فاهمه؟ مهم جدا، بيجي نظري في الامتحان كل سنه. في حاجه مش واضحه فيه؟ مهندس في البي دي اف هنا بس حضرتك عكست يعني. ايوه معلش بقى يا محسن يا محمد، البي دي اف هتلاقي ان انا كاتب شكلها اكثر انتظاما وشكلها اقل انتظاما، اعكس لي دي بس في البي دي اف معلش، لان انا الكلام ده انا عرضته على الدكتور احمد وهو قال لي غيرها. تمام. حاجه مش واضحه في الجزء ده يا جماعه؟ في حاجه مش واضحه؟ تمام كله؟ تمام ماشي. انا يا حبيبي بسأل عشان لو في مشكله. لا تمام. ايه بقى خصائص الامواج الموجه اللي عندك اللي انت عايز تعرف خصائصها؟ انا عايز اعرف كل خصائص الموجه المتولده دي. طبعا احنا لما نيجي نتعامل مع الموجه هنتعامل مع الشكل الايديال للموجه. قبل ما اتعامل مع الشكل الايديال فانا محتاج اعرف ايه هي انواع الامواج اصلا المتولده. بقول لك ان انا عندي عشان اعرف انواع الامواج المتكونه عندي نوعين. اول حاجه الموجه تكون عشوائيه، ثاني حاجه الموجه تكون منتظمه. الموجه العشوائيه زي ما انت شايف كده،
في قوى مختلفة وكعان مختلفة، والشكل اللي قدامك ده، وده طبعا الأكثر وجودا في الطبيعة. الموجة التانية، الموجة المنتظمة، إنها تاخد الشكل الطبيعي اللي قدامك ده. طبعا الأكثر انتشارا هي الموجة العشوائية، لكن الأكثر سهولة والأكثر تعاملا معاها هي الموجة المنتظمة. عشان كده أنا بتعامل مع الموجة المنتظمة. فبقول لك أنا عندي كام نوع من أنواع الأمواج المنتظمة. بيقول لي الأمواج المنتظمة بتطبق بحاجة اسمها الويف ثيوري، نظرية الأمواج. ولكن أنا عندي أربع أمواج ممكن تتكون. أول موجة اسمها الإيري ويفز، وزي ما أنت شايف كده هتلاقي ارتفاع الموجة صغير جدا. تاني حاجة اسمها الستوك ويفز، ارتفاع الموجة أكبر شوية. خد بالك الإيري ويفز والستوك ويفز الاتنين دول اسمهم لينير ويفز، وهتبان دلوقتي كاتبها لكم بالتفصيل. الكنديان ويفز بيسموها الأمواج المخروطية، ارتفاع الموجة اللي فوق غير انخفاض الموجة من تحت. خد بالك هنا ارتفاع الموجة زي الانخفاض بالظبط، انما هنا الارتفاع غير الانخفاض. يعني لو قلنا ده ايه فده بي، بحيث ان ايه لا تساوي بي. اخر نوع اسم السيلاريتي ويفز، والسيلاريتي ويفز ده كلنا نعرفه، ده موجة تسونامي يا جماعة. لو خدت بالك ان الموجة كلها فوق خط المية الثابت، هنا كل الموجة فوق وتحت، يعني الموجة واخدة قمة وقاع، إنما هنا الموجة كلها فوق. ارتفاع التسونامي ده بيوصل لبعض الأحيان ل 30 و40 متر. أدي الأشكال إيه؟ ده طبعا في البحر، يعني دي الصور دي من البحر. إنما دي لو أنا خدت السي ليفل رايز اللي هو خط المقارنة الثابت أهو، فأقدر أقول إن هنا إيه وهنا إيه، ارتفاع الموجة هنا زي ارتفاع الموجة هنا، والستوك ويفز والإيري ويفز الاتنين دول بيسموهم لينير ويفز اللي هي الويفز الخطي. وعلى فكره ده اللي احنا هندرسه مع بعض. الكنديان ويفز هي موجه نون لينير، والسيلاريتي ويفز هي تسونامي ويفز. وتاخد بالك ان انا بقدر افرق ما بين الامواج دي عن طريق حاجه اسمها ايرثل نمبر. ايرثل نمبر، ايرثل نمبر انا مش هجيب سيرته النهارده، بالعكس انا المره الجايه ان شاء الله هتكلم عنه بالتفصيل. لكن انا النهارده هحاول بس اتكلم معاك في خصائص الامواج وشكل الموجه المتكونه في الاعماق المختلفه في البحر. خد بالك انا لحد دلوقتي زي ما قلت لك انا شغال في المقدمه، ده كله مقدمه لانك لازم تبقى عارف كل الكلام ده قبل ما نبدا المنهج في الصميم بتاعه وابدا حل المسائل. فبقول لك الويف كاركترستيك، الموجه لما بتتولد بتتحرك كده، بص تبدا تتحرك كده لحد ما توصل للشط. بيقول لك لو انا قلت انا عايز ارتفاع الموجه عند اي فتره زمنيه، فبيقول لك ارتفاع الموجه عند اي فتره زمنيه بنسميه ايتا. ده ارتفاع الموجه عند اي فتره زمنيه، القانون بتاعه بيساوي A كوزاين كي اكس ناقص اوميجا تي. طيب ايه الايه يا باشمهندس الاول؟ الامبليتيود. تعريف الامبليتيود يا جماعه ببساطه جدا هي ارتفاع قمه او انخفاض قاع، يعني ده خط المقارنه الثابت. المسافه بين الخط من الخط المقارنه الثابت لاعلى قمه بنسميها امبليتيود اللي هي ايه. فبنقول ارتفاع قمه او انخفاض قاع، لان انا قلت لك ان في الويفز اللي هي اللينير فوق زي تحت، فلو انا قلت لك فوق زي تحت فمش فارق معايا خالص، يبقى دي ايه ودي ايه. طيب لو انا قلت لك المسافه الراسيه بين قمة وقاع متتاليين دي بيسميها الويف هايت، يبقى أول خاصية هي الإيتا، ارتفاع الموجة عند أي فترة زمنية. تاني حاجة الإمبليتيتيود، ارتفاع موجة أو انخفاض قاع. تالت حاجة الويف هايت، المسافة الرأسية المحصورة بين قمة وقاع متتاليين، يعني هنا لهنا. لو خدنا خط هنا مماس وهنا مماس يبقى دي الويف هايت. بعد كده الويف لينس، بيقول لك الويف لينس أو الطول الموجي هي المسافة الأفقية بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. يبقى الويف لينس هي المسافة الرأسية الأفقية بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. أنا هرد عليك يا مايكل بس بعد ما أخلص. كريست، دي من خصائص الموجة إن في حاجة اسمها كريست، قمة الموجة، وعندي حاجة اسمها تروف يعني قاع الموجة.
يبقى انت عندك حاجه اسمها قمه الموجه، وعندك حاجه اسمها قاع الموجه، وعندك حاجه اسمها الويف امبليتيود والويف هايت والويف لينث. دي الخصائص العامه يا جماعه. اخر حاجه الدبس. الدبس هو المسافه الراسيه بين خط المقارنه الثابت وقاع المجرى المائي. طيب يا باشمهندس، الكلام ده كله لازم اكون عارفه، لازم تكون عارفه كله. تعرف ايه هو الويف لينث وايه الهايت وايه الامبليتيود وايه الايتا وايه الدبس وايه الكريست وايه التروف. ده بس؟ لا، انا عندي خصائص تانية اهو. يعني هنتكلم بقى بالتفصيل الممل عن كل حاجة، يعني اللي هو هنفردهم زي ما بيقولوا. ايتا ارتفاع سطح التموج عند اي فترة زمنية. ايتا بتساوي ايه؟ اللي هي الامبليتيود، اللي هي قمة او قاع. طيب ما انت بتقول يا باشمهندس ان الاتل المسافة ما بين القمة للقاع متتاليين، يبقى الايه ممكن اعوض عنها بإتل على الاثنين. تمام، لو انا مديك الهايت اللي هو الطول، لو انا مديك الويف هايت يبقى الايه يا جماعه بتساوي اتش على الاثنين اهي، اتش على الاثنين. يبقى انا معايا الايه الكي. انا اعرف دلوقتي اللي هو حاجه اسمها الويف نمبر، ومهم جدا وهخليك تحفظه. خدوا بالكم يا جماعه، قوانين الماده كلها جيفن، قوانين الماده كلها جيفن. تاني، قوانين الماده كلها جيفن. في شرطات كده، جدول للشرطات، يا ريت تجيبوه كلكم ايا كان ثمنه. ما اعرفش والله ثمنه كام، هو مش معايا اصلا، لان انا هشتري زي زيكم يعني. ده مهم لان ده في كل الجداول والشرطات اللي استخدمها طول المنهج. يبقى اول خاصيه الايتا. ثاني حاجه الويف امبليتيود، اللي هي عباره عن ارتفاع قمه وانخفاض قاع وبيساوي اتش على الاثنين. ثالث حاجه الهايت، المسافه الرئيسيه بين قمه وقاع المسافه الرئيسيه بين قمه وقاع متتاليين. الويف لينس، المسافه الافقيه بين قمتين متتاليين وقاع متتاليين. لحد هنا مفيش جديد، دي البدايه في الجديد. الويف نمبر، يعني ايه الويف نمبر؟ رقم الموجه. ده رقم مميز للموجه، كل موجه ليها ليها رقم مميز. طيب الرقم المميز ده بيبقى بناء على ايه؟ بناء على طولها الموجي. كل موجه ليها طول موجي معين، هي ليها رقم معين. فبيقول لك ان الكي بتساوي 2 باي على ال. بتغير الطول الموجي يتغير الويف نمبر. بعد كده عندي حاجه اسمها الانجولار فيلوسيتي، السرعه الزاويه. هي السرعه الزاويه يا جماعه بتساوي 2 باي على تي. كل موجه وليها سرعه زاويه خاصه بيها بناء على زمنها الدوري اللي هو التي. طيب يبقى ايه تعريف الزمن الدوري او التي؟ بيقول لك الزمن الدوري هو الفترة الزمنية لمرور قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين بنقطة معينة. بص ركز معايا، بص دي أول حاجة، أنا هقف هنا بالماوس. تمام، دي أول حاجة مرت، ودي تاني حاجة مرت. الفترة الزمنية بالمرور قمتين متتاليتين او قاعين متتاليتين بالنقطه اللي انا كنت واقف عندها دي، هي ده الزمن الدوري. يبقى الفتره الزمنيه بمرور قمتين متتاليتين او قاعين متتاليتين بنفس النقطه اللي انا واقف عندها، يبقى هي دي الزمن الدوري. طيب لو انا قلت لك التردد، دايما التردد مقلوب الزمن الدوري بيساوي 1 على تي. طيب يا هندسه، انت كده بقى عندك ال طول موجه وعندك تي زمن دوري للموجه. طب ما انا من ده اقدر احسب حاجه اسمها السيلرتي، اللي هي سرعه الموجه. خد بالك في فرق ما بين السرعه اللي هي السرعه الزاويه وما بين سرعه الموجه. السرعه الموجه اللي انا اقصد بيها دي اللي هي السرعه الخطيه، السرعه الزاويه اللي هي السرعه الدائريه. ما تلزمنيش في حاجه، اللي تلزمني هي الويف سيلرتي. امال يا باشمهندس انت ليه اديتني الاوميجا؟ انا اديتك الاوميجا يا جماعه عشان اقدر احسب قيمه الايتا. لو الدكتور قال لك احسب لي ارتفاع سطح التموج عند فتره زمنيه مقدارها 2 ثانيه، يبقى انا لازم احسب الاوميجا عشان اضربها في الزمن الدوري، في الزمن اسف اللي هو ال 2 ثانيه، واحسب الكي اللي هي الويف نمبر عشان اقدر احسب المسافه اللي هو هيبقى مديها لك اللي هي دي، عشان الناس برضو تبقى فاهمه. فين الاكس؟ ادي البدايه ايه؟ ادي دي قيمه الاكس. مديك اكس ومديك تي
وبقول لك احسب لي الايتا دي ارتفاع سطح الموج ده. فببساطه اجيب لي الاوميجا واجيب لي الكي ومعاك الاي، تقدر تحسب ايتا او سطح التموج عند اي فتره زمنيه. وعايز اقول لكم ان الدكتور لغى الجزء ده من عليكم كمان. الكلام ده انا كنت بشرحه باستفاضه وبالتفصيل الممل السنين اللي فاتوا، بس ده الدكتور لغى الجزء ده من عليكم. وبقى عليكم الخصائص الرئيسيه. تمام، ادي السيلاريتي، سرعه الموجه التي تتحركها للمرور بقمتين او قاعين متتاليتين. السي بتساوي ال على تي، مش محتاجه فقاقه، ال الطول الموجي، التي اللي هو الزمن الدوري. تاني اللي بعد كده حاجه اسمها الاستبنس، ودي اللي بنجيب منها حاجه اسمها الارسل نمبر اللي انا كلمتك عليه. الاستبنس بيساوي اتش على ال، ارتفاع الموجه على الطول الموجي، ده بيسموه انحدار الموجه. الريليتيف ديبس او العمق النسبي، وده مهم جدا بالنسبه لنا لان ده بيقسم لي الاماكن بتاع الميه لثلاث مناطق، وهنعرف ده بالتفصيل حالا. العمق النسبي اسمه الدي على ال. اخر حاجه الجروب سيلينيتي او السرعه، سرعه الجروب او سرعه المجموعات بتاع الامواج بتمثل لي سرعه الموجات، مش موجه واحده. الويف سيلينيتي بتمثل لي سرعه موجه، انا عندي اكتر من موجه بتاثر في نفس الوقت، فبيقول لي سرعه الموجات اللي بتتحرك ما بين قمتين او قاعين متتاليين بنسميها الجلوب، الجروب سيلينيتي بتساوي ان في سي. ان ده رقم يعبر عن عدد الموجات لكنه مش عدد الموجات، هو رقم يعبر عنهم. السي اللي هي الويف سيلينيتي. تمام، الويف انرجي الطاقه اللي بتتحرك بيها الموجه بتساوي تمن رو دي اتش تربيع. الرو دي دايما بنعوض عنها بواحد وربع الاتش اللي هو ارتفاع الموجه. اخر حاجه الباور فلوكس او الويف باور، قدره الموجه بتساوي الاي في السي جي. الاي اللي هي الويف انرجي، السي جي اللي هي بتمثل الجروب سيلينيتي. كده انا خلصت كل خصائص الامواج. لو حد عنده مشكله في اي حاجه فيهم يقول لي قبل ما ابدا في الجزء الثاني. لا تمام هندسه، كمل على كده. تمام تمام. الويف كاراستريستيك اللي انا قلتها دي اسمها الخصائص العامه لاي موجه. لكن لو انا جيت اجيب الويف كاراستريستيك بالنسبه لحاجه اسمها الريليتيف ديبس او العمق النسبي، فانا بقول ان الموجات او الامواج بتمثل لي ثلاث حاجات. والله هندسه انت ببساطه جدا قلت لي ان الموجه بتتكون جوه في السي، بعد كده تتحرك بالقرب من الشاطئ. طيب ايه اللي بيحصل بالقرب من الشاطئ؟ بيبدا يظهر تاثير حاجه اسمها عمق القاع. تاثير عمق القاع بيبدا يظهر تاثيره على الموجه. فبيقول لك ايه، لو انا جبت الدي على ال وطلع اكبر من نص الخط الفاصل ده، فبيقول لك ان الحته اللي قبل الخط ده بنسميها ديب ووتر، مياه عميقه. يعني ايه مياه عميقه يا باشمهندس؟ ببساطه جدا مياه عميقه يعني تاثير القاع ما بيظهرش على شكل الموجه. تاني، مياه عميقه يعني تاثير القاع ما بيظهرش على شكل الموجه. على فكره انا هخلص ده واقف النهارده لان الناس كتير ما حضرتش، لان انا هبدا حل المسائل المره الجايه بناء على الجزء ده. انا بس هوضح لك الفرق ما بين الاماكن واخر السلايدين دول اللي هم دول هتكلم فيهم المره الجايه باستفاضه عشان الناس اللي ما حضرتش. وبعد كده السكشن يبدا في ميعاده، لان زي ما انتم شايفين السكشن بيبقى طويل جدا. فانا بقول ان عندي ثلاث اماكن. لو قلنا الدي على ال اكبر من نص فالقاع ما بيأثرش. طيب لو كان دي على ال اقل من نص، بيقول لك يبدا تاثير القاع يظهر. طيب يبدا تاثير القاع يظهر، بيقول لك ان الميه عندي بعد المنطقه العميقه ليها حالتين، يا نسميها منطقه ترانزيشنز، يا نسميها منطقه شالو ووتر. ايه الفرق ما بين الترانزيشن والشالو؟ في منطقه الترانزيشن الموجه بتفضل تتحرك زي ما انت شايف كده، ما بتنكسرش او ما بتتشتتش. طيب بعد ما بتدخل للمياه الضاحله، ده اللي انت بتشوفه يا باشمهندسين لو انت رحت اي بحر
وقفت على الشط، ايه اللي بيحصل لما الميه تقرب منك؟ بتبدا تظهر بالشكل اللي قدامك ده، صح؟ ده بيسموه تكسر الموجه. التكسر ده بيحصل في منطقه الشالو ووتر. طيب ازاي افرق ما بين منطقه الشالو ووتر ومنطقه الترانزيشن ووتر؟ بيقول لك ان لو الدي على ال اقل من نص من الدي على ال اقل من 1 على 20 فبقت كده انا في الشالو ووتر. طيب لو اكبر من 1 على 20 بس اقل من نص يبقى انا في الترانزيشن ووتر. طيب يا باشمهندس واحنا بنحل المسائل هقول لك حاجه كده بسيطه تسهلك حل المسائل، بس مش وقتنا دلوقتي لان انا النهارده بس عايزك تبقى عارف ان انا عندي ثلاث مناطق بالنسبه للريليتيف ديبس، حاجه اسمها مياه عميقه ما بيظهرش فيها تاثير للقاع، حاجه اسمها مياه ترانزيشنز ومياه ضحله انتقاليه وضحله بيبدا يظهر فيها تاثير القاع، شكل الموجه وهي بتتحرك في الديب ووتر بتاخد شكل دائري، انما لما بتتحرك من الترانزيشنز والشالو ووتر بتاخد شكل اليبسويد زي ما انت شايف. مع في الديب ووتر انما لما بدخل للترانزيشن بيبقى في تاثير رد فعل للقاع على الموجه وهو ده اللي بيغير لي في خصائصها سواء كانت ال او التي او الاتل، لكن هنعرف بعدين ان التي بيبقى ثابت يعني، بس خلينا نتكلم بوجه عام بيغير لي في خصائص الموجه. المفروض ان انا ده هشرحه النهارده باستفاضه، بس لو انا شرحته الناس اللي تيجي المره الجايه تقول لي اشرحه تاني، فانا هقراه على السريع وهتكلم فيه تاني المره الجايه زي ما قلت لك اهو، اللي هو المياه العميقه بتتحرك فيه في مسار دائري ما يبقاش فيه تاثير للقاع، الموجه تتحرك في خطوط مستقيمه، طولها وارتفاعها وزمانها الدوري بيكون ثابت، وما بيحصلش انتقال لكتله الميه، وهعرفك دي معناه ايه المره الجايه. بالنسبه للمياه الانتقاليه والمياه الضحله بيبدا يظهر تاثير القاع، بيبدا يتغير في شكل الموجه، الدي بتقل وبالتالي ال والسي بتقل والتي بيفضل ثابت. باشمهندس يعني الموجة ايه في المياه العميقه يعني ايه مسار دائري؟ يعني بتتحرك في مسار دائري؟ ما انا عايز، ما انا قلت لك المره الجايه هشرح لك بالتفصيل، لو انت عايز اشرح لك دلوقتي اشرح لك دلوقتي. انت اللي قدامك ده تفتكر الموجه بتتحرك ولا بتتحرك، يعني الميه بتتحرك ولا ثابته في مكانها؟ انا سالت الدكتور السؤال ده، قال انها هي بتتحرك، هي المفروض انها ثابته بس في تاثير حركه صغير بس مش علينا في المنهج. ايوه في ده صح يا سلمي. الموجه يا جماعه عشان تبقى فاهم، الموجه الميه ما بتتحركش في المكانين دول، لا ده ولا ده، بجد اه والله. الجزء بيتحرك في مكانه دائريا، يعني ايه؟ يعني الجزء ده عمال يتحرك دائري. طيب ما ده بيسبب لك قمه وقاع. امتى الميه تبدا تتحرك؟ لما يحصل لها تكسر. الميه تتكسر فين؟ في الشالو، فيبدا يعمل حركه للميه. عشان كده في الشالو ووتر بتلاقي لو انت واقف على الشط بتلاقي الميه جايه لك بترابها او بطنها. طيب لو انت داخل جوه، لو انت جوه الميه، لو انت بتعرف تعوم، الموجه وهي جايه لك بتبقى جايه لك بتراب ولا برمل؟ لا يا هندسه، بس ما هي برضو بتيجي بالحاجات اللي بتبقى مثلا السفن المحمله تطلع معاها بره. بص دي حاجات دي ملغيه من عليك، بس بص مين اللي بيتكلم؟ السيد انا مايك. اه مايكل، بص يا مايكل، احنا بنتكلم ان حركه الجزيئة دائريه في مكانها، تأثير الحركة اللي انت بتشوفها دي من تحت. ليه من تحت؟ لان ده قرب من القاع، فقرب يتأثر بالقاع، انما فوق مفيش اي انتقال لكتلة المية الا في الجزء الاولاني بس. تمام، ده اللي بيبقى فيه انتقال لكتلة المية، انما الجزئين دول الترانزيشن والديب ووتر مجرد الجزئين بيتحرك في مكانه حركة دائرية، طاقة حركة دائرية فقط. تمام. قلت اشرحه باستفاضة المرة الجاية، انا مش عايز ادخل في التفاصيل دي لان ده حل المسألة، ولو انا شرحته النهاردة هاجي المرة الجاية حل المسألة على طول، وطبعا انتوا هتكونوا ايه شايفين الكلام ده وزمايلكم اللي هتكونوا شايفينه. فزي ما قلت لك دي بقى خصائص الموجة في المياه العميقة، بنجيب ال نوت والاتل نوت والتي، وبعد كده بنروح نجيب
اديها على ال ونعرف احنا مياه عميقه ولا مش مياه عميقه. لو لقينا نفسنا في المياه العميقه تبقى زي ما هي، لو مش في المياه العميقه بندخل الجدول اللي قدامك ده وندخل نجيب قيمه الدي على ال الجديده، ومنها بجيب قيمه ال ال وبقدر اجيب تاثيرات الكي اس. هتعرف الكلام ده بعدين بقى، انا مش عايز ادخل في التفاصيل دي عشان بس الناس اللي ما حضرتش النهارده هتيجي المره الجايه وهتزعل. فانا هقف معاكم لحد تصنيف الاموال طبقا للعمق النسبي. مش عايز منك غير انك تبقى عارف ان انا عندي ثلاث مناطق، وان الميه بتتحرك فيهم حركه دائريه ما عدا المنطقه الاولانيه بيبقى فيها انتقال لكتله الميه، وانتقال كتله الميه دي بنسميها تيارات مائيه. حد عنده اي مشكله في سيكشن النهارده يا جماعه؟ شيت عظيمه يا باشمهندس، الله يبارك لك والله يا باشمهندس.